الخطأ ببساطة جدا، وده شائع جدا في كل المطابخ المصرية، انها بتيجي تدوق الطعام فالطعام يجري على الى الداخل، وبالتالي كأنها افطرت يعني غصب عنها. يعني احنا بنحتاط طبعا في امر الصوم. ست البيت لما بتكون بتطبخ او يعني حتى لو تذوقت هذا الطعام، وان كنا ننصحها بان لا تتذوق خشية ان، فان كانت محتاطة لنفسها بانه لا يدخل شيء الى الجوف في هذه الحالة بل تطرحه، فهو كالماء كالوضوء تماما كما تتوضأ. يعني ما اقصدش مولانا، يعني مجرد انها تتذوق فهي بتحس اما الطعم اما يعني حلو او مر او مالح، دايما ما يفطرش. احنا العبرة بالافطار هو في دخول شيء الى الجوف، مظبوط، لكن التذوق في حد ذاته انا اتذوق الماء وانا اتمضمض، بيتذوق اي شيء يدخل الى الفم لكنه الا يتجاوز هذه المرحله، فان لم يدخل الجوف فلا فطره. فهي يعني تتحسب لهذا، تتحسب وتتحفظ وتحتاط لامر نفسها حتى لا يدخل شيء الى الجوف، فان دخل شيء خطا هنا في هذه الحاله فيكون عليها القضاء في يوم قابل بعد رمضان.